أخبار اليوم. هو في سؤال ممكن نطرحه بطريقة تانية، إن هو هل السكر مرض وراثي ولا وبائي؟ طول عمرنا زمان كان بنتكلم على إن مرض السكر وراثي، لكن في الفترة الأخرانية ما أصبحش شرط وراثي، يعني يكون في حد من العيلة، الوالد أو الوالدة أو الخلان، الأمام، الأشقاء، أي حد قريب موجود في العيلة، ده معناه إن في جينات وراثية، فده معناه إن الإنسان ده أكثر عرضة. إنما لما يكون الوالد والوالدة الاثنين عندهم سكر، فنسبة تعرضه للسكر بتبقى أعلى بكتير من لو واحد بس هو اللي عنده السكر. المريض الإنسان السمين، السمنة نفسها بتبقى نوع من أنواع يعني حاجة بتساعد على ظهور مرض السكر، السمنة. فعشان كده احنا في علاجات السكر بنحاول ندي علاجات تخفض الوزن، وبنقول لمريض السكر يخفض وزنه. المرأة الحامل في حمل السكر، ففي بيحصل 50% من الناس اللي بيجي لهم سكر أثناء الحمل بيستمر معهم السكر بعد كده، لكن في جزء بيختفي السكر منهم بعد انتهاء الولادة وقصة الحمل. ففي الأكثر عرضة برضو للسكر الأمراض المصاحبة، لما بيكون في عندي ضغط الدم بيبقى برضو مريض أكثر عرضة للسكر. زائد إن في دلوقتي مرضى سكر من غير سبب واضح، يعني لا في وراثة باينة ولا هو عنده سمنة زايدة ولا حاجة، وبيظهر عنده السكر، فأصبحت الوراثة ليست شرطا في مرض السكر، في الإصابة بمرض السكر. أما الوباء، الفترة الأخرانية آخر 5-6 سنين وصفوا السكر بأنه انتشاره كالوباء، بينتشر بسرعة جامدة جدا زي الوباء، مع ان الوباء ده لازم مرض يكون حاجه عدوى، يعني حاجه وبائيه، فوصفوه كالوباء من سرعه انتشاره، فهو بينتشر دلوقتي بطريقه سريعه جدا، فلازم نعمل وقايه. من اسباب انتشار مرض السكر في الفتره الاخيره وزيادته، احنا عندنا في مصر كان اخر احصائيه عندنا من 4-5 سنين بتقول انه 7.5 مليون، وانا اعتقد ان احنا عندنا 8 بكتير مليون مصري. سبب انتشاره النظام الغذائي بتاعنا، الاعتماد على الوجبات السريعة، قلة الحركة، قلة النشاط، نقعد قدام الانترنت، قدام التلفزيون، قدام الفيديو، فما فيش حركة، في وجبات سريعة، ما فيش رياضة، قلة النشاط الرياضي، فنمط الحياة بتاعنا هو اللي بيساعد على زيادة انتشار مرض السكر، فاحنا لازم نعدل من هذا النمط، من نمط حياتنا.